بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. قبل اي حاجه يا برو، انا عايزك تجيب لي صور لرياض محرز وهو بيهرج مع بيب جوارديولا في الدقيقه 84، زي ما انتوا بتجيبوا لي الصور بتاعت خناقه رياض محرز على الخط مع بيب جوارديولا، وبيب جوارديولا وبيزعق مع محرز، وناس كتير جدا بتطلع تعمل عليه فيديوهات. احنا عايزين نجيب الصور دي علشان نثبت للناس حاجه واحده بس، ان الموضوع مش زي ما هم كانوا متخيلين خالص، وان القصه كلها مش قصه ظلم ولا قصه عنصره ولا قصه اي حاجه. ممكن يكون في ظلم وعنصره بس مش لرياض بس، للامانه. فاحنا لما نتكلم على رياض بطريقه ان هو بيتخانق مع بيب جوارديولا، لما يجي يهرج مع بيب جوارديولا ويكون عامل ماتش كويس والفرقه تكون ماشيه بشكل كويس، نظهره زي ما بنظهره السلبيات اظهروا الايجابيات. والايجابيات برضو، انا من اكتر الناس اللي بحبش رحيم ستيرلينج، بس بصراحه فرحت له جدا على الهاتريك اللي جابه النهارده. كنت واثق 100% ان هي ده ضربه الجزاء، بس الحمد لله ردت وعرف يجيبها، الحمد لله. كايل ووكر قدم ماتش كويس للامانه، يعني كان نفسي ان هو يعني يخبط في الواد الصغير وهو نازل، بس الحمد لله ربنا نطعه بالسلامه وقدر ان هو يقوم منها. زيرتشينكو قدم ماتش كويس جدا كلاعب بيعوض غياب جو كانسيلو اللي بتريحه علشان ماتش دوري ابطال اوروبا وبعدين ماتشات النهائي. نص الملعب كان كويس جدا النهارده، نص الملعب اللي كان فيه فرناندينيو واللي كان فيه واحد من نجوم الماتش ايكاي جندوجان وبرناردو سيلفا، برناردو سيلفا اللي حط واحد حلو قوي في بدايه المباراه وكانت تستنى تخش جون، بس للاسف خبط في العارضه ورجعت للحارس تاني. طبعا ما نسيتش خط الدفاع، بس ناس ان ايكاي برده بدا ان هو ملامحه تظهر شويه ان هو لعيب كويس وبدا ان هو ياخد شويه ثقه. روبن دياز بدات اقلق على روبن دياز من ناس ان ايكاي، يعني ايكاي بدا يظبط بسبب ان جنبه روبن دياز، فروبن دياز بدا ان هو يفوت علشان جنبه ناس ان ايكاي، اللي هو نهدى شويه عن روبن ونحاول ان احنا نرجع نفسنا ونلم نفسنا تاني. انت بقيت قائد الفرقه دلوقتي، بس ان شاء الله باذن الله. يعني لا، قائد فرقه مين ده النهارده؟ كان موجود ديني وكان موجود كاجا دوكان جوه الملعب، بس استنى كده عشان انا حاسس ان في يعني ديني اللي كان هو قائد. صعبه جدا ان انا روبن دياس قائد على ديني وهو في الملعب. للامانه ديني عمل ماتش كويس جدا، وديني لما بيكون موجود بيقدم اداء كويس جدا وبيعرف ان هو يعوض رودري. رياض محرز مش هنقعد نشكر فيه كلاعب، لان احنا رياض احنا عارفين ان هو في الفرقه واحد من اهم العناصر الموجوده جوه مانشستر سيتي، واحد من اهم اللعيبه اللي موجوده جوه مانشستر سيتي. ركلات ثابته بنستنى من رياض محرز يعمل فرق، كور متحركه بنستنى من رياض محرز يعمل فرق، اسيستات بنستنى من رياض محرز يعمل فرق. فاحنا كل الحاجات دي بنستناها من رياض محرز، لان احنا عارفين ان محرز دايما بيكون لعيب تعرف تراهن عليه، واحنا بنراهن على رياض محرز في الماتشات الكبيره. نتمنى ان رياض محرز يكون حاضر معانا بقوه الماتش الجاي قدام سبورتنج لشبونه، والماتش اللي بعده قدام توتنهام وتسبير. في الفودن مهكر اللعبه، ولدنا بقى في الفودن مقدم اداء كويس جدا، وكويس حته ان احنا نبص للاكاديميه بتاع مانشستر سيتي ونطلع ليام ونطلع ماكيتي جيمس ماكيتي ونطلع لعيب زي كيكي اللي نغير رياض محرز النهارده. كويس ان انت بتطلع لعيبه من تحت، كويس جدا. انا بطالب موضوع ليام ده من السنه اللي فاتت بصراحة، أنا بطالب موضوع ليام ده من السنة اللي فاتت، وبطالب إن ليام ياخد وقت، لأن ليام عامل أرقام كويسة تحت في الناشئين، وليام جسمه كويس، ومفترض إن هو فيرود هيغنيك على فكرة إنك تروح تدور بره وتخش السوق ويضحك عليك وتصرف فلوس كتير زي اللي ضحك علينا في صفقة جاك جريتش. فليام محتاج وقت، وليام محتاج إن هو ياخد وقته جوه الملعب، وفعلا بيب جوارديولا بدأ يديله وقت والفرقة كسبانة. ليام عارف ياخد ضربة جزاء النهارده، يسجل بقى رحيم ستيرلينج الهاتريك بتاعه. ليام لعيب شاب، لعيب مميز، نتمنى ان احنا نلاقي لعيبه مانشستر سيتي الشباب بدات تاخد فرص مع الفريق، لان اللعيبه دي تستحق بجد ان هي تاخد فرص مع الفريق. نتمنى مانشستر سيتي يخلص من فكره اللعيب الجاهز دي ونطلع لعيبه من تحت متربيين على اسلوب بيب جوارديولا ويعني متطعمين بطريقه لعب الفريق. نتمنى ان شاء الله باذن الله نكمل مشوارنا في الانتصارات، نتمنى ان احنا نحاول نخلص الدوري ده على خير ان شاء الله، وليفربول ما يطلعليش من تحت كده زي اللي خازوه، متاجل له ماتشين ولو كسبهم هيبقى الفرق ما بيننا وبينه 6 نقط، بس ان شاء الله باذن الله ليفربول يتعثر ومانشستر سيتي يقدر ان هو يخلص الدنيا بالنسبه لنا على خير. نتمنى ان كل حاجه تكمل زي ما هي، نتمنى ان شاء الله باذن الله ان مانشستر سيتي يوصل لاماكن بعيده جدا في دوري الابطال، وان شاء الله ممكن ناخد دوري الابطال. ونتمنى لو الفيديو عجبك تعمل لايك، ولو ما عجبكش نقعد نتناقش بقى في حته ان بيب جوارديولا ظالم وعنصر وكده، مع بعض عادي، احنا قاعدين ورانا ايه ولا اي حاجه.